طب انا النهارده دخلت المجموعه الطبيه مثلا، وبعد ما خلصتها ما جبتش مجموع او ما حسيتش انها على هواية، او دخلتها مجبر من ابويا وامي وعايز اخش اعلام، عايز اخش معهد السينما، ينفع؟ بص يا فندم، هو اصلا انا ما ينفعش في التنسيق الا انا احصر الطالب في كليات معينه. تمام. هو اي نعم في كليات مميزه لكل مسار، بس ده ما يمنعش ان هيبقى في كليات تانية يمكن الطالب يقبل فيها، زي نظام مثلا الحالي. ما انت عندك مثلا علم علوم في كليات الطب وطب الاسنان والطب البيطري والصيدله الى اخره، بس ده ما يمنعش ان الطالب مثلا يمكن يخش اعلام، يمكن يخش اقتصاد وعلوم سياسيه. فهنا بديله فرصه او اولويه او ميزه في مواد معينه او كليات معينه يخش فيها، ما ينفعش اي مسار تاني يخش فيها، وفي نفس الوقت هيبقى في كليات عبر المسارات. يعني احنا كمان بنقول ان هي يعني مناهج تراكميه. طيب عايز حضرتك هرجع تاني لفكره المسارات. حضرتك قلت انه هيبقى في مجموعات مختلفه، يعني مش زي ما احنا بالنسبه لنا اللي حافظينه علم علوم علم رياضه ادبي. ايه اللي هيحصل؟ حضرتك بتقول دلوقتي في مجموعه طبيه اللي هي حسب ما انا فاهمه اكيد هتدرس المواد الطبيه المتعلقه بالطب عشان يدخل طب ايا كان المجال المتعلق بالطب. المجموعه الهندسيه نفس الكلام، الرياضيات وما الى ذلك. الانسانيات دي هل هي نفس فكره الادبي؟ بالظبط يا فندم، قريبه جدا من فكره الادبي. ايه اللي اختلف بقى في التقسيم ده؟ يعني هل هندخل مواد جديده؟ لان حضرتك بتقول في مجموعه مثلا مجموعه تطبيقيه، هل في مواد جديده هتدخل؟ هل ده هي فكره تطوير المناهج؟ انا لسه قايل من شويه ان في بعض، بالظبط كده، في بعض المواد هتخش زي رياده الاعمال وغيرها. والاهم انا بالنسبه لي كتربوي، الاهم بالنسبه لي من بس رياده الاعمال ممكن تكون زي ما حضرتك قلت من مواد الجزء المشترك. تمام يا فندم، بس انا هقول لحضرتك، انا بالنسبه لي كتربوي نظريتي للمناهج تختلف عن نظريه الشخص العادي. انا بالنسبه لي تطوير المناهج في كل مسار ده عمل عظيم جدا. بمعنى بكل تاكيد انا يا فندم بسال على فكره زياده المجموعات. انا طبعا تطوير المناهج دي نقطه مهمه جدا. اكيد بكل تاكيد. يعني حتى لو فرضنا، اصل احنا مش، معلش، احنا مش هنجيب العجله ومش هنخترع العجله من جديد. فبالتالي حتى المواد اللي هي موجوده لو انا طورتها بنفس المسميات يبقى ده انجاز عظيم جدا. خلي بال حضرتك، احنا بنعاني اشكاليه حاليا من المناهج. المناهج عندنا للاسف، وهو ده اللي خلى الدوله المصريه تتنبه الى ضروره التطوير. كان يمكن نغض الطرف ورغم التحديات اللي احنا شايفينها في الدوله المصريه، لكن الدوله حاطه ايديها على التعليم وعايزه تطور جميع اطراف طبعا المنظومه التعليميه. طب انا عندي مناهج، احنا ايه المناهج الوضع الحالي؟ اللي احنا بندرس في الغالب تاريخ العلمي. جيب حضرتك اي ماده دراسيه هتلاقي جايبين التاريخ بتاعها. طب فين بقى الواقع الحالي للماده؟ انا يهمني ان انا اكسب الطالب المعارف المتوصله بالماده اللي هو يقدر يطبقها في الواقع ويفسر بيها الواقع. فانا يكفيني ان انا اطور في المناهج، وان انا اكسب الطالب من خلال هذه المناهج مهما كانت هذه المناهج القدره على التفكير، القدره على الابداع، والقدره على الابتكار. يبقى انا حققت عمل عظيم، وان انا انمي في نفس الوقت شخصيه الطالب. يبقى انا هنا حققت ما يسمى بنواتج التعلم والمستهدفه من التعليم ككل. تمام.